بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدتنا رقية، عليك التحية والسلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات، السلام عليك يا بنت ولي الله يا السلام عليك يا أخت ولي الله يا السلام عليك يا بنت الحسين الشهيد، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الزكية الفاضلة، السلام عليك أيتها المظلومة البهية، صلى الله عليك وعلى روحك وبدني، فجعل الله منزلك ومأواك في الجنة مع آبائك وأجدادك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وعلى الملائكة الحافين حول حرمك الشريف، ورحمة الله وبركاته، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما يا برحمتك يا أرحم الراحمين.